ده هيأثر على إتاحة الغذاء وأسعاره، لأن دي حدوتة تانية غير الحرب الروسية الأوكرانية. قد الحرب الأوكرانية 10 أضعاف. ياه. قضية تغير المناخ هي أكبر أزمة إنسانية خلال هذا الوقت، خلال السنوات الحالية. أيوه. والناس اللي مفكرين اللي عندهم فكر صحيح عارف كويس جدا إن هذه القضية قضية خطيرة جدا. طبعا. والحمد لله الحمد لله وبحكمة كبيرة من قيادتنا كل إجراءات مصر الاستباقية اللي الناس أحيانا يقول لك هي البلد بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده ليه؟ فكرة إيه لازمته؟ لازمته بقى بان دلوقتي إن الدول المتقدمة بتعيد حساباتها إنها تعمل كده. فده كان جزء مهم جدا. البلد صبرت إنها عملت كل إعادة تأهيل بنيتها التحتية تماما. أنا ضميت 1,000,000 فدان لرقعة زراعية في مصر. نعم. من 2014 مليون فدان، هم كانوا 8 و7، أنا داخل على 10. المليون فدان دولت بالورقة والقلم وأنا كمتخصص في الزراعة بقول مستحيل كان يحصل في كام سنة إن أنا أضم 1,000,000 فدان، رقم كبير جدا. ده طبعا رقعة مصر التاريخية طبعا كلها. نعم. 8.5 مليون فدان، أزود أيوة. مليون فدان وشوية صحيح في أقل من سنوات قليلة. معناه لا، الدولة دي بتنحت في الصخر. ده حقيقة. وبتبني بلد من أول وجديد. ده حقيقة. ده حقيقة. فيجب على أهل هذه البلد إن يقفوا جنبها ويعرفوا ده حقيقة هي رايحة فين. ده حقيقة. بلاش السوشيال ميديا والكلام اللي ملوش لازمة. لا لا لا، يعرفوا بلدكم رايحة فين. أيوه أيوه. إيه كان مهم وجود حضرتك معانا توضح لنا مخاطر التغيرات المناخية على المية، تقل المية برضو. هو استهلاك النبات للمية هيزيد. استهلاك النبات على مستوى العالم. على مستوى العالم وفي مصر في الصيف. عشان كده وزارة الري بقى عندها حاجة اسمها فترة أقصى احتياجات، كان المفروض شهر. أيوة. مديتها كمان شوية بحيث ما يحصلش مشاكل في الزراعات. أنا عندي الذرة 3 مليون فدان، عندي الرز 1.5 مليون فدان، أو هيبقى أكتر السنة دي، عندي محاصيل مهمة جدا تصديرية، عندي محاصيل فاكهة مهمة. التغييرات المناخية هتخلي الزرع يبقى عنده شراهة في استخدام الماء هو أكتر. هيزيد شوية في الاستهلاك. وزارة الري بدأت تعمل حسابها، عشان كده إن شاء الله مش متوقع إن شاء الله إن يحصل مشكلة ملموسة في المحاصيل في خلال هذا الموسم يعني. ولكن على مستوى العالم هتبقى في يعني انتاج المحاصيل الزراعيه هتقل، وبالتالي على مستوى العالم في كارثه، وبالتالي هيغلوا السعر بقى. ما انا ده الامر التنتي بتاع السوق العالمي، عشان كده البلد دي عاوزه تعتمد على نفسها حتى في السلع اللي عندها فجوه. عشان كده لاول مره في تاريخ مصر يتزرع قمح 400 500 ألف فدان. نعم. في الصحراء. نعم. ما كانش بيحصل. صحيح. هذا محصول غير اقتصادي، البلد دفعت من لحمها الحي عشان تزرع قمح في الصحراء عشان تقلل هذه المشاكل. انا عندي الحمد لله احتياطي 4 5 شهور. مستوره بامر الله دايما. اشكرك دكتور للناس محمد الطيبه علي. ايوه والمخلصه المخلصه والاداره المخلصه. بشكرك دكتور محمد علي فهيم، بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.